من تمر يا ابني جنازة أوقف على الباب هلي من تمر يا ابني جنازة أوقف على الباب هلي أصرخ باسمك يا روحي وادري عن صوتي وصي وش كثر زبدات مريت ونهاري بثيابك اقبل قال ايش عندي شم شيء ايش عليك العام شمعة يوم ذكرين المصابي ما هنيت بعمري يمه مثل اقراني واصحابي خضبان الدم يمه اي والله خضبان الدم يمه ما تهنيت بشبابي يا شهيد بهالوطن يبقى اسمك للأبد لا ما ينساك يا محمد لا ما ينساك لا ما ينساك لا ما ينساك يا محمد يبقى اسمك للأبد لا ما ننساك يا محمد لا ما ننساك لا ما ننساك يا محمد وحنا نذكر صورتك ما ودعتنا قول لأصحابك وأهلك ما عفيتنا قول انت بكل مسيرة شاركتنا وحنا خدمك أبو اليمة شجعتنا وعلى خدمك أبو اليمة شجعتنا ويا الأحرار جنانك ويا الأحرار لا ما ننساك يا محمد لا ما ننساك يا شهيد بهالبلد يا شهيد بهالبلد وتعبت يا ما يا غالي صبرت وياك كل خميس تصيح يا ابني بقرب مثواك والابو اللي يفقد ولاده لا ما ينساك والابو اللي يفقد ولاده لا ما ينساك دمع ميت
خوش مية رايح أسألكم الدعاء إي والله بعد ما شفنا بعد عريس يمشي بغير زفافين غير ابن الحسن جسام يا ليت الحسن جاف يزين بجمع النسوان من حالي ما كلمة عم الشهيد إلى أهالي وإلى شعب البحرين أهالي قرية كربابان وأهالي قرية التين مشكورين ثم مشكورين على حضوركم وتواجدكم في هذه الأزمة ولكم الشكر وما قصرتم وأسأل الله وأشكر بعد رجال الدين وعلماء الدين على وقفتهم مع الشهداء وأبوات الشهداء وأمات الشهداء بحق محمد وآل محمد.